بصوا يا شباب، خليني اديلكم نبذه كده. تعال نكبر الاستاذ ده، ارجع بس كده، ما تغناش فيديوها هيبقى الشغل برضه العالي. يا عم. علي يا عم، ده هو متعبني من الصبح. انا بص بختفي غالبا. انا الثانيه بس كنت بلعب فيها من شويه. انا اصلا انا مش بتاع انيميشن، مش بتاع خليها في الثانيه بس كده. هو كده احترم بس كده. طيب، السيشنز اللي احنا هنعملها ان شاء الله هي خاصه بالنود جي اس. ارجع 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 ارجع، مش عايز بس كده. خاصه بالنود جي اس، ايه فكرتها؟ احنا هنبني باك اند بروجكت او اي بي اي بروجكت باستخدام وورلوك جي اس. وورلوك جي اس دي عباره عن ايه؟ فريم ورك متكامل للنود جي اس تستخدمه عشان تبني بيه الباك اند بتاعتك او الاي بي اي بروجكت بتاعك. طيب احنا هنغطي ايه في الـ سواء الكورس او الجزء اللي احنا نطبقه فيه مع بعض ان شاء الله؟ من اول انك تفهم اصلا الريكوستات بتشتغل ازاي، لغايه لما نشوف ازاي ممكن تبدا تستخدم الفريم ورك في المشاريع عندك، وازاي تسطب بروجكت جديد، وازاي تبني كمان تبدا تقسم الكود بتاعك لموديولز، وكل موديول عباره عن ايه. وهنبدا ندخل في تفاصيل كتير، زي مثلا ابلودنج، الفاليديشن، الريسبونس شيب، الريكوست فاليديشن، المودلز، التعامل مع الداتا بيز، التعامل مع السايت مابس، التعامل مع الجوبز او السكيدولرز، تعمل حاجات كتير. ازاي تديبلوي البروجكت، ازاي تنهانس الكود بتاعك، ازاي تكتب كود ابن ناس، جنريت بوست مان فايل البروجكت، كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه. ان هو الكوري ده موجود في البيلت ان في الفريم ورك نفسه. طيب احنا دلوقتي عشان نبدا المشروع دوت، محتاج ان حضرتك يكون عندك اساسيات الويب، لان انت المفروض ما تبداش النود جي اس من الاول وانت ما عندكش اساسيات الويب، او ما عندكش اساسيات للجافا سكريبت او اي اس 6 فيتشرز اللي هي اكتر حاجه تكون مستخدمه. الفريم ورك مبني بالتايب سكريبت، انت شغلك كله بالتايب سكريبت. هل انا محتاج يكون عندي نولج عاليه في التايب سكريبت؟ لا، محتاج بيسكس من التايب سكريبت. يعني انت لو شفت كراش كورس بمدته ساعه وساعتين هتعرف تتعامل. ودي برضو انا كل مره بتكلم فيها في التايب سكريبت في اي سيشن، دايما اشتغل تايب سكريبت، ابعد عن جافا سكريبت. هتتبسط انت والتيم والكلاينت ومديرك والناس كلها في الدنيا هتتبسط منك. اشتغل جافا سكريبت تاني في حياتك ابدا. طيب ايه تاني محتاج تكون عندك خلفيه عنه؟ يعني يفضل تكون عندك خلفيه عن المونجو دي بي. لو عندك خلفيه يبقى كويس، ما عندكش مش مشكله، هنكفر الكلام ده ان شاء الله مع بعض. بس يعني دي من الحاجات اللي انت هتحتاج انك تذاكرها، لان مش هشرح مونجو دي بي بذات نفسها، انا هشرح ازاي هنستخدمها. احنا هنشتغل باور ام مبنيه على مونجو دي بي اللي هي مون بولز. فانت كده وكده محتاج تكون عندك تراجع اساسيات المونجو دي بي. هو عموما مونجو دي بي من اسهل الداتا بيز ممكن تتعامل عليه في حياتك يعني. وان يكون عندك تيرمينال او كوماند لاين عشان طبعا تقدر تشتغل عليه. وبما ان انت لو اشتغلت تايب سكريبت فلازم يكون عندك تيرمينال او تايم لاين. دي بالنسبه للحاجات اللي عندنا. طيب احنا دلوقتي الحاجات اللي احنا هنسطبها او اللي احنا محتاجينها عشان الدنيا دي تقوم، البي اس كود بتاعك نود فيرجن 20 او اكتر، تيرمينال او جيت باش شغال ويندوز، وموجود داتا بيز فيرجن 6 او اعلى. انا مش هشرح في السيشن ديت، احنا هنتكلم على الحاجات ديت، او ده مش الهدف من السيشن ديت، دي مقدمه بس. احنا هنتكلم عن ايه، وبعد كده هنبدا نشوف هنبدا ندخل في الفريم ورك ازاي ان شاء الله. طيب انا دلوقتي محتاج ايه بعد كده؟ محتاج اعرف ال HTTP لايف سايكل ماشيه ازاي. ده نبدا كده ناخد خطوه لورا، نفهم من الاول الموضوع ماشي عندنا ازاي. ببساطه شديده جدا، اليوزر بيدخل، لا ناخد ابسط سيناريو، اليوزر بيفتح البراوزر. براوزر بالنسبه لك كمسمى لازم تبقى عارفه، اسمه كلاينت. المسمى ده هيقابلك كتير، كلاينت او كلاينت سايد اللي هو البراوزر. اليوزر بيكتب اللينك بتاع الموقع بتاعك او الويب سايت بتاعك. البراوزر بياخد اللينك ده ويبدا يشوف انت داخل فين. فاول حاجه يبقى عايز يعرف هو انك تدخل على اللينك، انت كده بتقول للبراوزر انا عايز اعمل ريكويست على الويب سايت ده او على اليو ار ال ده.
فانا دلوقتي البراوزر بيحاول يفهم الريكوست بتاعك ده عباره عن ايه. فاول حاجه محتاج يكون عارفها الديت ايه نوع الريكوست دوت اللي هو الميثود. في الكيس بتاعتنا انا بفتح يو ار ال، انا بجيت او بفتش داتا، انا عايز داتا تتعرض لي زي اليو اي، صفحه اللوجن، صفحه الهوم، فانا بفتش داتا. فهنا البراوزر عارف انه هيبعت للسيرفر اللي هو اللي شايل الموقع دوت او الابلكيشن اللي بيشغل الموقع ده ان انا عايز اسحب منك مجموعه من البيانات. يعمل حاجه اسمها ريكويست ميثود، طريقه الطلب بتاعت الكلاينت للسيرفر، كلاينت اللي هو البراوزر، السيرفر اللي هو الكود بتاعنا او البروجكت بتاعنا اللي احنا هنبدا نشتغل عليه، اللي البراوزر بعد كده او ايا كان الكلاينت، احنا عندنا اكتر من كلاينت، احنا هنتكلم في البراوزر بس كحاجه للتبسيط، ياخد اللينك من اليوزر يبعته على السيرفر بتاعنا، يبعت له شويه بيانات معاه زي الميثود زي ما احنا قلنا من شويه، اليو ار ال اللي هو اللينك انت داخل على ايه اصلا، والهيدرز شويه معلومات كده البراوزر بيبدا يبعتها للسيرفر، مش هتكلم عنها خالص دلوقتي. طيب البراوزر بيعمل ايه؟ شوف الدومين اللي انت داخل عليه ده فيسبوك دوت كوم، هو ده بيعمل حاجه اسمها دينس لوك اب، هو عايز يعرف الدومين ده المفروض ان هو يروح لاني سيرفر. يعني ايه سيرفر اصلا؟ ناخد خطوه لورا تاني معلش. سيرفر هو جهاز كمبيوتر، ممكن انت ممكن تعمل دومين على جهازك الشخصي، ده حرفيا تشغل دومين على جهازك انت، جهاز كمبيوتر او سيرفر شغال، جهاز ما بيفصلش، في الغالب بيكون مواصفاته عاليه، بيكون متوصل دايما بالانترنت كونكشن، دايما كهربا شغاله فيه، جهاز كمبيوتر عادي خالص، بس يكون ليه يعني مواصفات مختلفه شويه عن الاجهزه العاديه او البيرسونال كمبيوترز بتاعتنا. فانا دلوقتي عندي الابلكيشن او الويب سايت بتاعي موجود على السيرفر، السيرفر او الجهاز دوت ليه اي بي ادرس معين، فلما تيجي تدخل على الدومين، احنا بنستخدم الدومين ليه؟ لان زمان كان الاول بناكسس الويب سايتس عن طريق الاي بي، فللتبسيط بقى في الدومين، الدومين اللي هو اسم الموقع فيسبوك دوت كوم جوجل دوت كوم اسمه دومين. لما اليوزر بيدخل الدومين او اللينك اللي هو عايز يفتحه سواء عن طريق كليك او دخله كتبه بنفسه او حد بعته له ايا كان الطريقه، بياخد اللينك البراوزر بيبدا ياخد اللينك ويبدا يتعرف هو المفروض يروح فين. فدي خطوه الدي ان اس لوك اب، هو عايز يعرف الدومين ده المفروض بيكلم انهي اي بي ادرس. لو جينا مثلا نفتح جوجل دوت كوم، تعالى نشوف الحته دي اللي انا بتكلم عليها، تعالى نعمل ريفرش وندخل على اول ريكوست. في حد معلش يحاول الناس تدخل يا شباب، خلي بالكم من الصوت بس، يعني الكل يعمل ميوت لغايه ما نبدا نفكر في الاسئله. ده الاي بي ادرس او الريموت ادرس، ده اللي هو لما بتفتح جوجل دوت كوم البراوزر بيدور عن طريق الدي ان اس لوك اب هو المفروض يروح فين، فبالتالي بيروح على الاي بي ده. الاي بي اللي هو اخره لغايه النقطتين دولت الكولون ده. بعد الاي بي ده اسمه بورت، هو انا في انا هروح على يعني ايه بورت؟ بورت يعني منفذ، ترجمته منفذ. كل ابلكيشن بيكون ليه بورت خاص بيه، بحيث ان انا السيرفر ده ممكن يشغل اكتر من ابلكيشن، فكل ابلكيشن بيبقى شغال على بورت معين، بحيث ان انا اقدر دلوقتي عندي السيرفر ده في مليون ابلكيشن، طب انا هكلم انا ابلكيشن فيهم، كل ابلكيشن بيبقى ليه البورت بتاعه، زي ما تقول ايه اكنه زي الاي دي بتاعه او الايدنتيفاير، لما اكول السيرفر ده المفروض اروح فين. فهنا في الكيس دي بتاعتنا بنروح على البورت 443، وده ليه سبب معين هنتكلم عليه بعدين، بس دي معلومه انك عارف ان في عندنا الاي بي ادرس بعد كده البورت، وكذلك ممكن البورت يكون مكتوب في اليو ار ال من فوق، يعني ان انا ممكن اجي اكتب هنا 443 هيديني نفس النتيجه، لان البراوزر اوتوماتيكلي عارف ان البورت دوت ده بورت ديفولت، مش محتاج ان هو يكتبه بشكل مباشر، عكس انك تكتب بورت مخصص مثلا زي الويب ميل او السي بانل او الدبليو اتش ام، دي من اكثر البورتات المشهوره اللي ممكن تاكسسها. طيب فدي الخطوه الثانيه عندنا، ان انا بعرف البراوزر بيبدا يعرف الدومين بتاعي. طيب بعد كده بيعمل ايه البراوزر قبل ما يبدا يبعت الريكوست؟ بيبدا يعمل حاجه اسمها كونكشن او بيستابلش كونكشن، بيبدا يكونكت مع السيرفر ده ان هو يبدا يعرف هو راح على فين، يعني بمعنى صح الاثنين بيبداوا يتعرفوا على بعض، يعني ايه نوع الكونكشن اللي هيتم ما بينهم؟ ايه نوع السايفرنج اللي هيتم ما بينهم لو في حاله تشفير؟ الكلام ده بيتم ما بين البراوزر والسيرفر عن طريق الهاند شيك.
بيبدا يشوف هو هيتعامل مع بعض ازاي، او بمعنى اصح هو الانيشال كونكشن ده البراوزر بيعمله، انت ما بتتدخلش فيه. طيب خلاص البراوزر عرف هو هيتعامل مع ايه، والسيرفر عرف ان البراوزر جاي له، هنا ساعتها البراوزر بيبدا يبعت الداتا للسيرفر، والله ده في حد عايز يدخل على اليو ار ال ده بالمسار ده، ودي شويه بيانات عنه زي مثلا اللغه بتاعته ايه، الاي بي ادرس بتاع الشخص ده ايه، هل مستخدم كوكيز ولا لا، ولو في كوكيز دي الكوكيز بتاعته، دي شويه بيانات البراوزر بيبدا يبعتها للسيرفر. اللي بيتم بعد كده السيرفر يبدا يهندل الريكوست ده. طيب يهندل الريكوست يعني ايه؟ انا دلوقتي بهندل البيانات اللي جايه لي من اليوزر، اليوزر جه قال لي والله انا عايز ابعت اي بي اي ريكوست او ويب سايت ايا كان، عايز داتا معينه، بمعنى صح البراوزر اللي بيعوز، بناء على طلب الكلاينت او الجيست او الفيستور بيبدا البراوزر يبعت بناء على الابلكيشن اللي انت بتبنيه الريكوست المناسب. يعني انا دلوقتي عايز اعمل لوج، فالبراوزر بياخد بيانات اليوزر اللي دخلها ويبعتها للسيرفر، هنا السيرفر بيبدا يعمل ايه، يبدا يعمل سكان للريكوست دوت، او يبدا يشوف هو انت عايز ايه. مجرد ما الريكوست يروح للسيرفر، السيرفر اوتوماتيكلي بيروح بيبعته بكل البيانات ديت على الابلكيشن بتاعك عن طريق كذا سيرفر، يعني بيمانج ال HTTP ابلكيشنز زي الانجن اكس او الاباتشي، دول اشهر اتنين. يعني نتكلم حاجه زي الانجن اكس، بياخد الريكوست والله انت عارف ان الريكوست ده المفروض يروح على النود جي اس بروجكت، او المفروض يروح على البي اتش بي بروجكت او دوت نت بروجكت، ياخد البيانات اللي البراوزر بعتها او الكلاينت ويبعتها للابلكيشن بتاعك انت، اللي هو اللي انت بتعمله فعليا انت، او الفريم ورك اللي بتشتغل عليه، او لغه البرمجه اللي بتشتغل عليه على حسب انت شغال على ايه، بيبدا يعمل بروسيس للريكوست دوت. زي ما احنا قلنا بيبدا يجمع بيانات كده، يشوف هو عايز ايه، بعد كده يشوف البيانات ديت هو هيعمل عليها ايه المعالجات او بتاعته داخل السيرفر، بعد كده يبدا يرجع له ريسبونس، ابدا ارجع ريسبونس انا ما عنديش حاجه تاني غير اللي انا وريته لك ده، اللي هرجع لك صفحه الجوجل زي دي، ده اسمه ريسبونس، الاوتبوت اللي طالع ده الريسبونس بتاعي. هنا الريسبونس بتاعنا لو فاتحين الصفحه الاستيتس بتاعتي 200، هو حتى كاتب لك جنبيها اوكي، ده الاستيتس بتاع الريسبونس، انا كده بالنسبه لي ريكوست تمام، عندي مشكله فين. طيب خلينا نرجع تاني الحته هنا، الابلكيشن بتاعنا هو بيبدا يشوف الداتا اللي عايز يشتغل عليها وبيعمل عليها حاجه اسمها فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ يعني يبدا يشوف الكلام اللي انت بعته ده منطقي ولا لا. تعال ناخد مثال، اليوزر بعت بيانات اللوجن، عايز يعمل لوجن، فبعت الايميل والباسورد بتاعه، فقبل ما ارجع لك نتيجه العمليه اللي انت البيانات ديت، هشوف الاول هو الايميل ده موجود عندي في الداتا بيز ولا لا، فدي اول خطوه بيشوفها اذا كان الايميل موجود ولا لا. طيب تاني خطوه بيشوفها هو الباسورد اللي انت كاتبه دوت هو فعلا نفس الباسورد بتاع الايميل ده، ولا انت كاتب اي كلام وخلاص، او باسورد غلط، او باسورد بتاع ايميل تاني، هيبدا يقول لك لا والله البيانات دي غلط او الدنيا تمام. طيب ممكن يبقى في لير كمان من الفاليديشن، زي مثلا ان الويب سايت ما بيسمحش ان اليوزر يعمل لوجن من غير ما يكون عامل فيريفيكيشن للايميل، فانا محتاج يشوف هو الاكونت بتاعه اكتف ولا لا. اكتف يعني ايه؟ يعني بعت لينك او او تي بي وان تايم باسورد للايميل بتاع اليوزر على الايميل بتاعه او على رقم الموبايل، دخل الرقم ده او دوس على اللينك ده عشان اتاكد ان الايميل ده فعلا بتاعك انت. ليه بنعمل الخطوه ديت؟ لسببين، اولا عشان نريديوس السبام، يعني ممكن واحد يعمل بوت كده يقعد يخش يكارت 50,000 اكونت بس هو فعلا مش بيشتغل عليهم، فلا انا عايز الناس الفاليد اللي تدخل على الموقع عندي تدخل البيانات دي مع الايميل، حتى دي كمان بيبقى ليها سوليوشنز للبوتس بس يعني مش دي قصتنا. السبب الثاني، لو انا شغال على موقع زي اونلاين ستور او اي كوميرس سيستم، فانا محتاج الايميل مهم جدا، لان الايميل اي عمليه بتتم على الاوردر بتاعك سواء الاوردر الضاف، الاوردر الكانسل، الاوردر رجع، انا عايز ابعت اي حاجه، اي عمليه بتتم بتتبعت لك على الايميل نسخه من اللي انت عملته، يعني انت اشتريت هبعت لك على الايميل الريسيت بالاوردر اللي انت يعني الاوردر التفاصيل اللي انت عملتها، لو عايز كانسل الاوردر هيبعت لك ايميل. ليه؟ عشان يبقى عندك ريفرنس ليها. ده باختصار
فكره الفاليديشن. بعد ما اتاكد ان الدنيا عندك تمام، ما انا عارف ان انا دخلتكم في الايميلات، بس دي معلومه برضه لازم تبقوا عارفينها، دي خطوه مهمه جدا لو انت كباك اند ديفلوبر، لازم تتاكد ان اليوزر على حسب الكلاينت ريكويرمنت بتاعتك، بس في الغالب ان انت عايز فاليد يوزر مش عايز اي يوزر وخلاص. بعد ما تتاكد ان الدنيا تمام او الدنيا مش تمام على حسب النتيجه بتاعت الفاليديشن ديت، والله لو الراجل دخل بياناته غلط فممكن ارجع له، لا والله بياناته غلط، ممكن ارجع له بيانات غلط ديت. ازاي البراوزر يعرف ان البيانات غلط؟ عن طريق حاجه اسمها الستيتس كود. الستيتس كود دي مين اللي بيبعتها؟ السيرفر بيبعتها للكلاينت عشان الكلاينت يعرف المفروض هيتعامل ايه مع الريكوست اللي اليوزر بعته ده. زي انك تدخل على صفحه اصلا مش موجوده، فانت هتكتب مثلا جوجل دوت كوم سلاش بلا 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 اي حاجه، البراوزر ياخد اللينك دوت ويبعته للسيرفر، السيرفر قال لك لا ما عنديش الصفحه دي، هرجع لك 404 ريسبونس، ما عنديش الرقم ده ستاندرد ما بيتغيرش، معناه ان الصفحه دي غير موجوده او الداتا اللي انت عايزها دي مش موجوده عندي. ساعتها البراوزر بيرجع له الريسبونس بالستاتس ديت، لا والله الصفحه دي مش موجوده عندي، يبدا يعرض له رساله على حسب بقى اللي انت هترجعه له. ده اللي وصلنا لاخر نقطه، الريسبونس بتاعنا. انا دلوقتي هرجع له ريسبونس على حسب طبيعه الداتا اللي بتجي لي وعلى حسب البروسيس اللي انا بعملها على الداتا ديت. زي ما احنا قلنا لو في فاليديشن ايرور برجع له الايرور، هندخل ايميل غلط، هندخل باسورد غلط. معلش يا شباب خليني بس اخلص الحته ديت، لو حد بيبعت رسائل لغايه لما اخلص، بعد كده اشوف لو حد عنده اي تعليق على الجزء دي تقفلها بس، بعد كده ندخل اللي بعده. طيب الدنيا تمام خلاص، الدنيا اوكي اوكي 200. برجع له اللي هو الريسبونس بتاعنا، الدنيا تمام عندي. الداتا اللي بترجع بقى سواء كانت اتش تي ام ال او جيسون او اكس ام ال او ايا كان، ده اسمه ريسبونس بودي. احنا عندنا في الريسبونس عندنا الستاتس زي ما احنا قلنا، ده بيحدد حاله الريسبونس بتاع ايه. اوكي 200 404 يعني مش موجود، 400 مثلا انت بتدخل بيانات غلط وهكذا. الهيدرز زي ما الكلاينت بيبعت هيدرز للسيرفر عشان يديله شويه معلومات تساعده ان هو يبني البروسيس بتاعته على الريكوست دوت، السيرفر برضه بيرجع للكلاينت او البراوزر ايا يعني كان، لان البراوزر يعتبر كلاينت برضه، مجموعه من البيانات بتساعد البراوزر ان هو يقدر يعمل شويه بروسيس عنده هو كمان. الريسبونس بادي زي ما احنا قلنا ممكن تبقى عباره عن صوره اتش تي ام ال، داتا اكس ام ال، جيسون، ايا كان نوع الداتا اللي بترجع ده اسمه ريسبونس بادي. نرجع تاني عند جوجل، اليو اي اللي ظاهر قدامي ده يعتبر الريسبونس بادي. ايه الريسبونس بادي ده؟ لو جيت عملت رايت كليك بعد كده فيو بيج سورس، اللي ظاهر قدامي ده الريسبونس بادي، ده الكونتنت اللي السيرفر بيرجعه. دي باختصار اللفة او السايكل اللي انت محتاج تكون فاهمها قبل ما نتكلم على السايكل الداخلية المصغرة للريكوست بتاع اليوزر داخل السيرفر بتاعي او داخل الابليكيشن بتاعي، داخل البروجكت بتاعي. ممكن تقال عليه بروجرام، ممكن تقال عليه ابليكيشن، ممكن تقال عليه بروجكت. دي كلها مسميات في الغالب بتريفير لنفس المعنى. المهم ان تكونوا يعني انا حاولت الخصها واختصرها باكبر قدر ممكن بعيد عن اي تعقيدات عشان تبقى الدنيا مبسطه عندكم. الكلام ده كله يبقى ليه تشعيبات قدام بس احنا في غنى عنها دلوقتي. لغايه دلوقتي هل في حد عنده اي كومنت او اي حاجه بالنسبه اللي احنا اتكلمنا فيه، ولا الدنيا بالنسبه لكم واضحه؟ هل في حد عنده مشكله؟ اوكي طيب، ده بالنسبه للجزء الخاص بالسايكل بتاعه ال اتش تي تي بي لايف سايكل ريكوست او ريكوست اللي بتبعت في اليو ار ال. عايز ابدا بروجكت جديد من نود جي اس. زي ما احنا قلنا انت المفروض انك شخص مخضرم واستخدمت اصلا الجافا سكريبت، وانك استخدمت تايب سكريبت قبل كده، لان دي من الريكويرمنتس انك يكون عندك اساسيات التايب سكريبت، فانت المفروض انك هتكون سطبت نود جي اس، يعني التايب سكريبت ما تشتغلش من غير النود جي اس. انا عايز ابدا اهندل الريكوست اللي بيجي. النود جي اس هو مش بيهندل بس الويب او الاتش تي تي بي ريكوست، لا انا ممكن استخدمه حاجات كتير مش بالضروره حاجه زي كده. زي ايه مثلا؟ انا ممكن استخدمه في الفيديو او الايمج بروسيسنج، فبالتالي انا ده استخدام تاني بعيدا عن اللي هو يهندل الاتش تي بي. ممكن استخدمه مثلا في عمليات الاحصاء الاستاتستكس، ان انا مثلا عايز عندي مثلا مشروع فيه داتا كتير جدا، عايز ابدا اعمل كويريز او ابدا اتعامل مع الداتا بيز، ابدا اطلع منها الاحصائيات. يعني انا مثلا
عندي كام يوزر خلال الشهر دوت، كام اوردر الطلب، كام اوردر الكانسل، طب كام اوردر الطلب بعد كده اتعمل له ريتيرن او جزء منه اتعمل له ريتيرن، طب ايه ارباحي، طب ايه صافي ارباحي. دي كلها عمليات ممكن اعملها بعيدا عن الويب او الاتش تي بي. فبالتالي انا النود عندي ليه اكتر من استخدام. طيب الجزء اللي يهمنا الاساسي عندنا اللي هو الخاص بالويب، خاص بالريكوستات اللي بتجي سواء عن طريق الاي بي اي او عن طريق ان هو بيج عادي، لان هو النود او اي لغه برمجه هو بيهندل الاثنين. يعني انا ممكن افتح اللينك زي دوت ويشتغل عندي. لو حد فيكم اشتغل نيكس جي اس اكيد اغلبكم عارفوا نيكس جي اس هو شغال بنود. ايه اللي بيرجعه؟ نيكس جي اس مش بيهندل اي بي اي بشكل صريح، لكن هو الاساس بتاعه هو بيعمل يو اي ريندرنج او اتش تي ام ال ريندرنج، هو بيرجع يو اي زي جوجل مثلا. دي وظيفه نيكس جي اس. فبالتالي انت دلوقتي عرفت ان انت الابلكيشن بتاعك ليه اكتر من وظيفه، فانت لازم تبقى عارف انت داخل تعمل ايه جوه. من ضمن اشهر الاستخدامات للنود جي اس هي الريل تايم ابلكيشن، ان انا دلوقتي عندي تشات ابلكيشن او عندي عايز يبقى فيه تحديث مباشر، مجرد ما حد يعمل اوردر وانا فاتح لوحه التحكم اسمع صوت ان في اوردر جديد جه، او يحدث لي الانديكيتور بتاع النوتيفيكيشنز اللي عندي من غير ما اعمل ريفرش للبيج. ده من اكتر الاستخدامات واشهر الاستخدامات للنود جي اس. انت لو بدات اي توتوريال في الغالب في الغالب اول حاجه يبدا معاك هو تشات ابلكيشن عن طريق السوكت. فده بروتوكول تاني او كونسبت تاني لاستخدام النود جي اس، مش بس الاتش تي بي. الاتش تي بي الجزء الخاص بالويب يا شباب، اللي بتعامل مع الداتا الجايه من الويب سواء عن طريق الاي بي اي او عن طريق البراوزر بشكل مباشر. طيب الجزء الخاص بالاتش تي بي ايه عندنا في النود جي اس اللي بيهندل الجزء الخاص بالاتش تي بي؟ عندنا في اكتر من لايبرري. اول حاجه بعيد عن اي لايبرري، النود جي اس نفسها اصلا هي اللي بتهندل الاتش تي بي. في عندنا لايبرري او باكج اسمها اكسبريس جي اس، دي مبنيه فوق الاتش تي بي سيرفر بتاع النود جي اس. في عندنا باكج ثانيه اسمها فاستيفاي جي اس، نفس الكلام مبنيه فوق البيلت ان اتش تي بي سيرفر بتاع النود. فبالتالي لو حد قال لك انا بشتغل اكسبريس، هو انت اكسبريس هي جاست هيلبنج تول، هي بس حاجه بتسهل عليك شويه التعامل مع ال اتش تي بي ريكوست. لانك لو بصيت على الاتش تي بي ريكوست في النود جي اس، لو حد اتعامل مع عنده خبره ولو بسيطه في الويب، فاحنا زي ما احنا قلنا في عندنا ريكوست ميثود وعندنا ريكوست باث. في النود جي اس انت بيجي لك ريكوست واحد، وانت بقى تخش تشوف هو الميثود بتاعه بوست ولا جيت، تشوف الباث بتاعه ايه وهكذا. مجرد ما الريكوست يجي بقى بتبدا بقى تفلتر بقى، والله ده اكسبريس ده يبدا يشتغل. يعني تعالى نفتح اكسبريس جي اس getting started، عايزين نعمل انستليشن نيكست وورلد. هنا انت ده الجزء ده اسف ده هو ليه قلب للايديت مود. الجزء ده اكسبريس جي اس بيبدا عفوا يعرضوا لي، اقول لك دخل لي والله انت عندك لو المسار سلاش يعني سلاش ليه الهوم. يعني ايه الهوم؟ يعني برضو نرجع تاني عند جوجل دوت كوم. جوجل دوت كوم ده كده عندي المسار الاساسي. شايفين مثلا بعد كده حاجه زي ميت جوجل دوت كوم، ده هنا الباث بتاعي، ده اسمه باث او مسار او راوت. باث او راوت دي المسميات بتاعتك. فهو اكسبريس بيقول لك عرف لي ايه الراوت بتاعك، لما اليوزر يدخل عليه هترجعه داتا معينه. فانا هنا دلوقتي الابلكيشن بتاع اللي بيبدا يشتغل في الاكسبريس، لما اليوزر يخش على الهوم للسلاش بقول له رجع لي ريس اختصار ريسبونس، ريك اختصار ريكوست. دي اوبجكتس بستخدمها عشان ابدا هاندل ايه الداتا اللي هترجع عندي وايه الداتا اللي جايه لي اصلا، جايه لي من الريكوست او ايه الداتا اللي انا هرجعها كريسبونس. فهنا قال له ريتيرن او سند هلو وورلد. طيب الجزء اللي تحت هنا ده انا بقول له ده البورت اللي فاكرين اتكلمنا في اول الكلام، البورت دوت اللي هو المدخل بتاع البروجكت بتاعي. لما اليوزر او الكلاينت يبعت ريكوست على السيرفر، لو الكلاينت دوت بعت على لك على اللهم صل على سيدنا محمد، لو بعت على البورت بتاعي ساعتها الريكوست يجي لي انا، ما يجيش لاي ابلكيشن تاني. يعني احنا قلنا السيرفر ممكن عليه مليون ابلكيشن او مليون ويب سايت. فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت لازم تبقى فاهم الحاجات دي. طيب مجرد ما تاخد الكود ده وتشغله عندك هتلاقيه عندك طلع لك الرساله ديت في البراوزر.
ده الريسبونس اللي راجع. طب انا ليه فتحت اكسبريس جي اس؟ لان دوت اكتر حاجه مشهوره بين الناس كاستخدام للنود جي اس. هو كويس جدا، بس هيبقى كويس جدا معاك في المشاريع الصغيره، وده انا احيانا بستخدمه لغايه دلوقتي في المشاريع الصغيره، عندي مثلا ريكوست او اتنين، فبسيط جدا مش محتاج ان انا هندل حاجه كبيره. او ممكن تستخدمه حتى للمشروع يبقى كبير، بس الكود بتاعك هيبقى مضروب بالنار لو انت ما اديتوش صح. لان هو الاكسبريس جي اس عامل زي رياكت كده، هو ما بيديلكش طريقه معينه لاستخدامه، عكس مثلا انجلر. انجلر بيديك طريقه معينه، عكس مثلا او المقابل ليه مثلا في النود جي اس حاجه اسمها نست جي اس. نست جي اس ده فريم ورك متكامل، مش بس اتش تي تي بي هاندلر، هو بيعمل حاجات كتير. طيب اي ريكوست عندي، اي مسار بيجي من فوق مكتوب فوق سواء سلاش او ايا كان المسار بقى، سلاش لوجن سلاش ريجستر سلاش برودكت لوج وات ايفر، بيبدا يستبلش عندي ريكوست جديد في البروجكت بتاعي. مجموعه من البيانات لازم البروجكت بتاعي يبقى عارفها، او الابلكيشن بتاعي زي ما احنا قلنا ريكوست ميثود. فهنا دلوقتي بقول له لو الاب بعت لك في الابلكيشن دوت جالنا ريكوست ميثود بتاعته جيت اللي هي العاديه جيت، انا بفتش الداتا مجرد ما افتح جوجل دوت كوم، لكن انا بجيت داتا، فبرجع انا الريكوست ميثود بتاعتي جيت، هتشغل الكول باك ديت. الكول باك دي هي اللي تبدا تهندل الريكوست ده. طيب لو اليوزر بيعمل لوجن، فبالتالي هيبقى في الغالب الريكوست ميثود بتاعتي بوست. بوست يعني ايه؟ يعني انا بكتب داتا جاي من البوست بتاع الفيسبوك مثلا، بوست انا بقول لك اكتب بوست او دخل داتا. بوست هو الموضوع او الداتا، بوست لما بيجي في صوره فيرب معناه ان انا بكتب داتا او ببعت داتا. فانا الفكره عندي نفس القصه، بقول له والله لو الريكوست جاي لي من نوع بوست، فبالتالي معناه ان اليوزر هيبعت لي داتا وانا محتاج ابص على الداتا دي، بعد كده ابدا اتعامل على اساسها، زي ان هو بيجي يعمل لوجن، او زي ان هو بيجي يعمل كريت اكونت جديد، او ان هو بيكريت اوردر جديد. فدي كلها داتا اليوزر بيبعتها لي، وانا على اساسها ببدا كابلكيشن اتعامل معاها. احنا قلنا الريكوست بيجي، انت كابلكيشن بتشوف الداتا اللي جالك وتعمل كل الماجيك وورك بتاعك في النص، كل العمليات السحريه بتاعتك، في الاخر بترجع ريسبونس. ما بين الريكوست والريسبونس، ما بين الاثنين دول، انت المشروع بتاعك كله قايم عليهم. ما بين الكلمتين دول، ما بين دي وما بين دي، المشروع بتاعك كله قايم على الكلمتين دول، ريكوست والريسبونس. عشان تبدأ تشتغل بشكل كويس لازم تفهم انت محتاج ايه من الريكوست، الريكوست بيعمل ايه وبيوفر لك ايه، هتعمل ايه بالريسبونس، هتستخدمه ازاي، وهترجع الداتا بتاعتك ازاي. طيب قبل ما ابدا اشرح الكلام ده، خليني افتح فايل كده صغير، خليني اشرح لكم يعني في المصطلحات. ماشي، انا دلوقتي عندي نيو اتش تي تي بي ريكوست، نيو ريكوست جالي، فالمفروض الريكوست ده هيروح على النود اللي هو على البورت مثلا 3000. النود اوتوماتيكلي مين اللي هاندل الريكوست؟ اكسبريس بتاعنا، اكسبريس جي اس. طيب هنا الريكوست جاي، هيجي هنا الاكسبريس بقى بيجي يقول لك من اول الخطوه ديت جي اس، بيقول لك انت عايز تعمل ايه مع الريكوست دوت، تعمل ايه ساعتها؟ انا هاجي اقول له والله لا او حاجه فاليديتد الريكوست ده. طيب هل في حاجه محتاج ممكن اعملها قبل ما فاليديت الريكوست ده؟ ممكن مثلا اقول له والله اتاكد ان ال بيفور فاليديتنج، اتاكد ميك شور ذا يوزر از يوزنج انجلش لانجويج. اول ما اشتغل والله انا محتاج بس لازم يكون اليوزر يكون بيستخدم اللغه الانجليزيه، دي البراوزر بيبعتها لك، او ميك شور ان اليوزر از فروم ايجيبت اونلي مثلا. فانا ممكن اعمل اديشنال ستيب او بريور ستيب، خطوه سابقه لعمليه ان انا ابدا اتعامل مع الريكوست. احنا في عندنا فاليديشن للريكوست، وعندنا ممكن اعمل خطوه قبل الريكوست، ممكن اطلع الصفر ده، بعد كده ممكن ابدا اهندل الريكوست. اهندل الريكوست ده ازاي؟ زي ما احنا قلنا، لو هو بيريكوست يو ار ال عايز داتا معينه، فببدا ارجع له الداتا اللي هو عايز يعمل لوجن، فابدا اشوف البيانات بتاعته اللي هي جايه مش عندي في الداتا بيز، ولو موجوده خلاص ببدا اعمل له تسجيل دخول عندي بايا كانت الطريقه، ده اسمه
الريكوست هاندلنج او الريكوست هاندلر اللي احنا بنتكلم عنه ده. اخر حاجه ببعت الريسبونس بتاعي، برجع له الداتا النتيجه للعمليه دي. طيب زي ما احنا قلنا الكلام ده كله المفروض ان انت تبدا تعمله من بعد الخطوه ديت، من بعد ما الاكسبريس جي اس بيبدا يشتغل ويستلم الريكوست، هيقول لك انت بقى هتتعامل ازاي، عايز تعمل ايه، هي الخطوه دي اللي هو هنا. طيب ممكن اختصر الكلام ده، الحاجات دي مسميات بسيطه تفهم منها، المسميات دي هتقابلك كتير. انا كان عندي ريكوست، عندي ميدل وير، عندي الكنترولر سوري كنترولر سلاش هاندلر، وده بيكون غالبا في الفاليديشن. اخر حاجه عندي ريسبونس. طيب الريكوست ده اللي جاي، الميدل وير، ميدل وير ترجمتها المنتصف، ابسط ويعني انا شايف ابسط مثال لفكره الميدل وير هو الكمين اللي على الطريق. لو انت مسافر من القاهره للاسكندريه مثلا هتلاقي كذا كمين كده متعدي عليهم، كمين هنا بيجي يبص عليك، والله ينفع تروح للاسكندريه ولا لا، والله لا رخصك تمام، بطائقك تمام، دفع كارتتك، الدنيا حلوه، يعديك. طب الدنيا عندك مش تمام، لا انت مش هتكمل الطريق اصلا، يجي بقى يوديك في حته تانيه بقى، يسحبك بقى على القسم، يقول لك لا لف وارجع تاني ما تجيليش هنا، انت او انت تايه مثلا فرايح عنوان غلط فقول تانيه. اللي انا قلته ده، ده الهدف من الميدل وير، ان انا قبل ما تروح للحته اللي انت المفروض تروحها ببدا اشوف هو انت المفروض تروحها اصلا ولا لا؟ هل انت مسموح لك تروحها ولا لا؟ هل انت عندك المواصفات الكامله اللي تخليك تروح للجزء ده ولا لا؟ اللي هو الكنترولر او الهاندلر بتاعك ولا لا؟ لو انت هتروح اسكندريه هتروح تعمل ايه هناك بقى؟ انت الديستنيشن بتاعك انك تروح اسكندريه، انك تيجي هنا. هتعمل ايه بقى جوه؟ دي بقى قصه ثانيه. ده اللي هو بقى الاكشن او الاكسكيوشن بتاعك، التنفيذ للريكوست دوت. هندي ايه جوه؟ براحتك. والله وصلت هناك اتاكدت ان عربيتك فيها بنزين تمام، ورقك مظبوط، الدنيا عندك هناك مظبوطه، خلاص ابدا كمل مشاورك. حاسس ان في حاجه واقعه عندك؟ لا ممكن الف وارجع تاني. بعيد عن الكمين، بعيد عن الميدل وير. واحيانا برضه يعني هو الفاليديشن يعتبر المفروض ميدل وير للكنترولر او خطوه سابقه للهاندلر بتاعك قبل ما تبدا تشتغل على البروجكت بتاعك. دي الفكره من دي الفكره من الريكوست او الفاليديشن كخطوه قبل الميدل، قبل الكنترولر بتاعك. فانت عندك ميدل وير، بعديه الفاليديشن، يعني هنبدا نرتبهم بشكل ابسط شويه او منظم اكتر، يبقى منظم في الاخر عندك الريسبونس. طيب ده كده باختصار الريكوست بتاعي، بيجي من اكسبريس هو الريكوست ده، والله انت كان عندك حاجه تعملها الاول، فانت بتبدا تقول الاكسبريس لا انا عندي في شويه ميدل وير كده، عايزك تبص على الريكوست وتتاكد ان الدنيا تمام، او تعدل في الريكوست وتكمل عادي. يعني مثلا مسافر طالع المطار، مسافر امريكا، مسافر السعوديه، فانت هتروح على المكتب بتاع الجوازات او ايا كان، هيبص على ورقتك ويختمه لك، او الباسبور بتاعك هيختمه لك. فهنا ده ميدل وير، ما ينفعش تطلع الطياره من غير ما يختم لك الباسبور بتاعك. ختمك الباسبور، الباسبور ده الباسبور بتاعك، خلاص تبدا تروح على الخطوه اللي بعدها، تشوف بقى الشنط بتاعتك هتروح فين، هتطلع على الطياره، ايا كان الخطوه اللي بعديها. فانا فكره الميدل وير، لا ممكن ارجعك او ممكن اعدل على الداتا اللي جايه من الريكوست، سواء بالزياده او بالنقص او ان انا اغير شكلها اصلا قبل ما اروح على الطياره بتاعتي او الهاندلر بتاعي او الكنترولر بتاعي. الكنترولر اسف الكنترول الكنترولر او الهاندلر دي الستاندرد ديفينيشنز او مسميات المتعارف عليها للكود اللي بيهندل الريكوست بشكل اساسي، اللي هو اللي بيرجع هلو وورلد. انا برضو ثاني انا بحاول اشرح واستفيض في الجزء النظري لان ده مش هيتشرح تاني، انا مش هتكلم فيه تاني، انت المفروض انك مجرد ما تخلص الجزء ده ما ترجعلوش تاني، لان ده كونسبت لازم تكون فاهمه. لو مش فاهمه من دلوقتي هتخش هتبقى قاعد تايه، لان انت مش فاهم الاساسيات، مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي من الاول. لازم تكون فاهم ده بشكل كويس جدا قبل ما تبدا تاخد الخطوه اللي بعدها. طيب تاني الهاندلر وظيفته انه بيعمل عمليات على الريكوست الاساسي، اللي هو انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اركب الطياره. ركبت الطياره يا عم، الدنيا عندك تمام؟
روح او انزل من الطياره، رجع بقى ريسبونس خلاص نزلت، ابعت بقى النتيجه النهائيه اللي انت عايز تبعتها. يعني الريسبونس بيحدد الكلاينت بتاعي المفروض بيستقبل ايه. هنا الريسبونس زي ما احنا قلنا في اكتر من داتا زي الهيدر. يعني الريسبونس عندي سوري الريسبونس عندي في مجموعه زي ما قلنا الهيدرز دي مجموعه من البيانات، الستاتس كود، البادي بتاعي. في برضو من الحاجات اللي الكلاينت بيبدا يعملها ميجرنج التايم ريسبونس تايم بتاع البروجكت دي، ودي من الحاجات اللي انت كباك اند ديفلوبر مهم جدا جدا، من اكتر الحاجات الكروشال اللي لازم تكون واخد بالك منها الريسبونس تايم بتاع البروجكت ايه. يعني لسه النهارده كنا في الشغل بنعمل انتجريشن مع شركه ما في السعوديه لطريقه الدفع، الريسبونس تايم بتاعهم دقيقه وشويه، هي عمليه باك جراوند اساسيه بس الريسبونس تايم بتاعهم دقيقه، ده كارثه. انك ريكوست واحد يقعد دقيقه، ليه يقعد دقيقه؟ ريكوست ايه ده اللي يقعد دقيقه؟ فمن الحاجات المهمه جدا انك لازم تاخد بالك منها من غير ما انت تبقى شغال وخلاص. طيب انا كباك اند ديفلوبر ايه اللي لازم اكون واخد بالي منه وانا شغال في المشروع بتاعي؟ اول حاجه ان انا اكون فاهم البيزنس بتاعي بتاع المشروع نفسه، انا عارف انا هعمل ايه، انا هبني ايه. حاجه تانيه هبني ازاي، ايه الباكجز، ايه التولز اللي انا محتاجها عشان اعرف ابني المشروع ده بشكل كويس. الحاجه الثالثه الورك فلو بتاع المشروع هيمشي ازاي. انا خلاص انا عرفت انا هبني المشروع ازاي وعرفت هو عباره عن ايه، انا بقى هبدا اطبق الكلام ده ازاي، ايه الفايلات اللي عندي، ايه الفولدرات بتاعتي، مين هيكلم مين، مين هينادي على مين قبل مين، ببدا احدد الحاجات دي. الحاجه الرابعه الداتابيز كويريز، العمليات اللي انا هبدا اعملها على الداتابيز، الداتابيز اللي هي قاعده البيانات، الكويريز اللي هي العمليات اللي بتتم عليها او الاستعلامات بتاعتها، لازم اكون عارف الحاجات دي كويس. من الحاجات اللي لازم كنا فاهمها كويس جدا البرفورمانس، زي ما احنا قلنا من شويه لازم يكون البرفورمانس على البروجكت بتاعك كويس وتاخد بالك وتقعد تست على حته البرفورمانس. الجزئيه الثانيه والاهم يعني اهم حاجه في كل اللي انا قلته دوت السكيورتي، لازم تتاكد ان المشروع بتاعك سكيور، ما ينفعش تسرب اي داتا لاي عميل او لاي ريكوست. يعني مثلا انا شغال على موقع فيه فلوس او فيه بيانات حساسه، ما ينفعش شخص ملوش الصلاحيه او الاوثورايزيشن انه يفتح ريكوست واسيبه يدخل عادي، دي تبقى مشكله كبيره لانك هتبدا تسرب بيانات المفروض ما تتسربش. فالسكيورتي مهمه جدا عشان تحافظ على المشروع بتاعك، تحافظ على المشروع العميل بتاعك. طب ايه كمان محتاج اعمله؟ بما احنا قلنا كنا في اول السيشن ده يبقى مينلي خاص بالاي بي اي، يعني انت بتتعامل مع داتا بس، في الغالب ما بتتعاملش مع اي يو اي نهائي في الكود بتاعك او المشروع بتاعك. فبالتالي هتحتاج حاجه زي البوست مان هنتكلم عليها ان شاء الله ممكن المره الجايه، سواء اذا كنا نستخدمه هنا في الفي اس كود ده اللي انا مفضله، او على الطريق الويب او الابلكيشن بتاعهم. ايه فكره البوست مان باختصار؟ انا لك عندي دي ريكوستات اللي موجوده، انا كفرونت اند او موبايل فرونت اند هنا يندرج تحتهم الويب والموبايل، يعني لو فرونت اند ديفلوبر فهو المفروض يندرج تحتهم الاثنين، بس طبعا الاشهر ليها للتيم الويب، الناس شغاله الويب. انا كفرونت اند محتاج اعرف ايه الداتا او ايه شكل الابلكيشن اللي انا هبدا اتعامل معاه، يعني ازاي هبعت الريكوست اللوجن، طب اللوجن هيرجع لي ايه، طب ازاي افتش المنتجات الموجوده، طب عايز افلتر ازاي، طب عايز اعمل ريت للبرودكت ده، عامل الكلام ده ازاي. انت كباك اند تبدا توجه للفرونت اند الحاجات دي عن طريق الدوكيومنتيشن، انك تبدا تشرح الريكوستات اللي المفروض هتجي لك. يعني المفروض هيجي لي جيت مثلا برودكت ده اقول له سوري يا جدع فيتش برودكت ليست، طيب ايه الكويري بارامز اللي عندي اللي هتتبعت، والله عندي البيج، عندي الليمت، عندي الاوردر باي مثلا، دي مثلا حاجات ممكن ابعت. فانا ببدا كباك اند ابدا اعرف والله اديت داتا وايه الداتا، ايه الافيلبل فاليوز ليها وايه الداتا تايبس بتاعتها وايه الريسبونس اللي هرجع لك. ده جزء مهم، جزء الدوكيومنتيشن. ايه الجزء الثاني اللي مهم عندي بعد كده؟ هو زي ما قلت لك البوست مان الاي باي بتاعتي، ببدا اوريه بقى خد الفايل ده جربه عندك، المفروض هيطلع لك ده هو ده اللي هيشتغل عندنا، هو ده دي الريكوستات، من غير ما تقعد كل يوم شويه تسالني
ازاي اعمل لوجن، ازاي اجيب المنتجات، اخد الملف دوت انا احط لك فيه كل حاجه. دي من الحاجات اللي هتلاقيها مميزه في الفريم ورك بتاع وولوجي جي اس، ان هو بيشرح لك او بيجنريت الفايل ده اوتوماتيك عن طريق الريكوستات اللي انت بتعرفها بنفسك. ايه كمان محتاج اكون ملم بيه؟ يعني انا عايز بقى ابدا اعلي الليفل شويه، اليونت تيستنج، ابدا تيست الريكوستات بتاعتي، تيست الفانكشنز اللي عندي، تيست الكويريز بتاعتي، هي المفروض تطلع الحاجه دي مظبوطه ولا لا، فيها مشاكل ولا لا. دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعملها، مش في الاول بس، من الحاجات لازم تحطها ضمن اعتباراتك. وبرضه بالمناسبه عشان ده بيختلف من شركه للتانيه، من مكان للتاني، هل المشروع اصلا يسمح لك بحاجه زي كده ولا لا، وهكذا. دي الفكره من اليونت تيستنج، مهمه جدا جدا جدا. هي ليها عيب، يعني بتحرق وقت كتير، ممكن تعدي، انت ممكن تعمل ريكوست بيهندل مثلا لوجن في 10 دقائق، تقعد تكتب عليه تيست مده ساعه، ممكن يعدي 100% من التايم البروجكت من غير يونت تيستنج. يعني المشروع ياخد 3 شهور وممكن ياخد 6 شهور بسبب اليونت تيستنج. بس لو انت بتتكلم على مشروع لونج ران وحاجه محترمه، هيريحك جدا مع كده لو حبيت تعدل فيه او تزود اي فيتشر او تشيل منه اي فيتشر. مش محتاج بقى انك تقعد تراجع السايكل كلها والعميل يقول لك لا دي مش شغاله، دي مش عارف ايه. انت لو مهندل غالبيه الكيسز بتاعت المشروع، انا لغايه ما شرحتش هو اليونت تيست باستفاضه، بس انا بحاول ادي لكم نبذه عنه. لو مهندله بشكل كبير، والمناسبه برضو ما فيش حد بيعرف يهندل كل الحالات اللي ممكن تقابله او السيناريوهات بتاعت اليونت تيست، فاه ممكن يطلع مشكله عندك في الكود، ده هنتكلم عليها كمان دقيقه بالظبط. لو هندلت الكود بتاعك بشكل كويس، هندلت اليونت تيست بتاعتك بشكل كويس، تكتب كود كومنتس فوق الكود بتاعك، ما تقعدش تكتب كود في المطلق كده، بالذات لو كود معقد انت نفسك لو جيت قريته بعد اسبوع مش فاهم هو مين اللي كتب الكود ده، اللي هو انت اصلا، بس انت مش عارف ان انت اللي كتب الكود ده لان انت مش فاهم انت كاتبه كده ليه، فانت هتعاني واللي وراك هيعاني واحنا هنعاني وكله هيدي عليك ويسبك، بس احنا في رمضان فمحدش هيسب لك، هنيدي عليك بس. كود الانلاين كومنتس مهمه، الكود كومنت مهمه، كود دوكيومنتيشن مهم، ما توقعوش من الناظره، لازم تكون قدامك. زي ما احنا قلنا انت عندك التايم فاكتور مهم جدا، البادجت نفسها ممكن تخليك تقول لك لا انا والله العميل عايز المشروع ده بجنيه الا ربع، والله عايزني اروق لك عليه واكتب لك دوكيومنتيشن ومش عارف ايه، ادفع 2 جنيه، لا والله مش معايا غير جنيه الا ربع، خلاص يبقى اديلك على جنيه الا ربع. انت عايز تروق عليه وتظبط له الدنيا من غير ما يدفع 2 جنيه، دي حاجه ترجع لك او ترجع للشركه اللي انت شغال فيها. في حاجه بقى مهمه، المشروع، اي مشروع انت بتعمله، المشروع ما بيخلص مجرد ما انت بتسلمه. ده مثلا مشروع عام منك، سواء باك اند او فرونت اند او مشروع ككل. ودي حاجه برضو للشباب، معلومه هامه لازم تبقى عارفها. لو مشروع خلصته النهارده فانت معاك حوالي شهر الكلاينت بيتست ويجرب ويطلع المشاكل، الحاجات اللي انت سقطتها، خصوصا لو المشروع حصل فيه تعديلات اثناء التطوير، هتقعد تراجع. حتى المشروع ياخد منك شهرين، فانت شهرين ديفلوبمنت وشهر بتراجع بتشوف البرودكشن او النسخه اللي هي البيتا، تشوف لو في مشاكل او في اي حاجه تطلع مع كلاينتس وتبدا تعالجها، تبدا تندلها واحده واحده. اعتقد كده كفايه النهارده، اتكلمنا على كذا نقطة. إن شاء الله من المرة الجاية هنتكلم على الإكسبريس جي إس، هنشوف مثال ليه ونشوف إزاي نطبقه على حاجة شبيهة ليه الفاست فايل، ونشوف إزاي ممكن نطبقه عن طريق وولوج جي إس. زي ما قلت لكم يا شباب، حاولوا النقاط اللي هنا ديت، الحاجات دي تكون مسطبين عندكم في اس كود، طبعا ترمي كده كده لازم عندك، والنود جي اس ونود بي سطبوها، السيت اب بتاعها مش صعب، وممكن نبقى نعملها في فيديو لو حد احتاس فيها، بس انت المفروض انك شخص عاقل بالغ واعي يعني، فالمفروض حاجه تعرف تطبقها من غير مشاكل. بس كده انا خلصت كده النقاط اللي عندي. اللي عايز يسأل يتفضل يسأل. اتفضل يا باشمهندس. لو سمحت هندسه، بس هو سؤال بسيط. دلوقتي لما يبقى في عندي بروجكت والسكيل بتاعه بيبدأ يكبر، تمام؟ بيبدأ يدخل عليه التطورات، ففي حاجات بتبدأ تكلم بعض زي ما انت قلت، سواء في
انا هنا مش بتكلم كباك اند، انا بتكلم كفرونت او كباك. يعني انا بالنسبه لي المشكله دي مشكله كبيره، ان لما يبقى في حاجات كتير، فايلز كتير، او بتبدا تعمل كوميونيكيشن ما بينها وما بين بعض، الدنيا بتتوه. فازاي او ايه الحل الامثل او السكيما الافضل اللي انا امشي بيها علشان اتفادى ان انا ممكن اتوه في حاجه زي كده، او اعرف انهي فايل بيكلم التاني او انهي حاجه بتكلم التانيه كده. يعني انت دلوقتي بتتكلم على مستوى المشروع نفسه؟ على مستوى المشروع نفسه بشكل عام، سواء فرونت او باك اند، ازاي اضمن ان كل ما السكيل يكبر الحاجات اللي بينها وبين بعض الكوميونيكيشن دي ما توهش فيها؟ ازاي انظمها او ارتبها بشكل ان ماشي، انا ما توهش فيها؟ يعني ده سؤال حلو. هو يعني خليني اقول لك اجابه مختصره جدا، مع كده هبدا افصلها. الاجابه تمام. المختصره جدا هي الخبره، عامل الخبره بتاعك. ليه عامل الخبره؟ انت دلوقتي المفروض لما تيجي تبدا مشروع تبقى عارف من الاول هو ايه حجم المشروع دوت، انت طالع لاني ليفل. يعني المشروع ده سمول سكيل، ميديوم سكيل، لارج سكيل، المشروع ده قدامها نطور فيه ولا لا؟ او ممكن تكون بتبني مشروع وتشتغل، مش فارق معاك اذا كان سمول او ميديوم او لارج سكيل، ازاي ممكن تعمل حاجه زي كده؟ يعني تشتغل على مشروع سمول هيمشي معاك، ميديوم هيمشي معاك، لارج هيمشي معاك، انك تكون عندك كونسيستنسي بطريقه الشغل بتاعتك. يعني انت بتسمي الملفات بتاعتك بنفس التسميه، بتحط الفايلات اللي المفروض تتحط مع بعض دايما مع بعض. يعني مثلا ما تكونش قاعد شغال على تعال ناخد مثال بسيط، عامل مثلا نعمل فولدر لملفات ال HTML، وفولدر ملفات ال CSS، وفولدر ملفات ال تايب سكريبت. ما تجيش تعمل فولدر كده تحط لي الثلاثه فيهم مع بعض، لا، كل واحد ليه الفولدر بتاعه. انت من الاول مقسم شغلك، من الاول انت بتحدد طريقه الشغل بتاعت المشروع. لازم يكون عندك تبني تصور، ده اللي احنا قلنا كان فيه من شويه، تبقى عارف الورك فلو بتاع المشروع يمشي ازاي. ده يعتبر اهم من المشروع، لان ده اصلا هيقص وقت كبير جدا 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 من المشروع ومن المشاكل اللي تبقى موجوده عندك. لكن لو انت خلاص، يا جماعه احنا يلا عايزين نعمل ديليفري اب، يلا تخش تشمر وتبدا شغل، دي كارثه. لازم تعرف انت هتشتغل المشروع ازاي، لازم تبدا تعمل تخطيط او بلاننج للمشروع. احنا عرفنا ايه الفيتشرز اللي عندنا، نبدا نفصلها. طب الفيتشرز دي هتبدا تتكلم مع بعض ازاي؟ ده احنا في عندنا الفيتشر الفلانيه والفيتشر الفلانيه والموديول ده والموديول ده والموديول ده. يبقى انا هبدا اقسم، يبقى في عندي فولدرات، كل فولدر مسؤول عن مجموعه من الكونسبت اللي ممكن نتكلم على حاجه زي سبريشن اوف كونسيرنز. ده كونسبت مهم جدا، انك تبدا تفصل الحاجه عن بعض. عايز تفصل كل حاجه مسؤوله عن حاجه، عن حاجتها. الجزء الثاني دايما صغر الكود بتاع الفايل، يعني بمعنى صح اشتغل بس سنجل ريسبونسبيلتي. وانا ما بتكلمش كلام انترفيوهات، سنجل ريسبونسبيلتي من اكتر البرنسبلز اللي لازم تستخدمها في المشروع بتاعك لو عايز الدنيا تمشي معاك بشكل كويس. ادي يعني بمعنى صح ايه؟ يعني هاخد مثال بسيط، مثال بسيط. لو انت شغال في شركه والشركه دي مشغلينك فيها فرونت اند وباك اند وتستر وموبايل ديفلوبر وجرافيك ديزاينر ومدرس فرنسي ورقم مدرس فرنسي، ممكن تقدر تشيل الكلام ده، بس هتلاقي الدنيا بدأت تعك عندك، وهتلاقي الدنيا بدأت تعك عند الشركة لسه ما يعني الدنيا تبدأ تكتر او تكبر. لكن لو انت واحد شغال فرونت اند بس، فانت خلاص شغلك في فرونت اند، انت الفوكس بتاعك على الحتة دي، فانت عندك بقت حتة صغيرة سهل انك تهندلها لوحدك، او حتى لو في اكتر من حد معاك بس هي على قد الحتة دي، وفي نفس الوقت مش هتبقى اوفرلودد. فنفس القصة، كل فيتشر او كل وظيفة ايا كان الفانكشن او حاجه معينه، خليها في فايل لوحدها، خليها في فانكشن لوحدها، ممكن الفايل يشيل اكتر من فانكشن عادي، بس كل حاجه تبقى شايله جزء بسيط قدر الامكان. مش يعني بالضروره دايما تكسر كل حاجه، بس دايما على قد ما تقدر، كل ما تعمل الموضوع ده كل ما يبقى الموضوع بالنسبه لك قدام يبقى مينتينابل او وسكيلابل كمان. عايز اطور خلاص، ازود فايل جديد، ازود فانكشن جديد، من غير ما اقعد اعدل على الكود كله بالكامل من اول وجديد مره ثانيه. يعني طيب، ممكن نقدر نقول مثلا ان معرفتك بالبيزنس ريكويرمنتس نفسها او البيزنس نفسه ماشي ازاي هيخليك ترسم تصور او بروتوتايبس للايه الموديولز او ايه الحاجات اللي ممكن تحتاج انها تكلم بعض في المستقبل، وبناء عليه تبدا تحط الاستراكشر بتاعك. ده بشكل اساسي طبعا. طبعا لازم انت، انا مش فاهم البيزنس موديل اصلا، هيبقى في كارثه ثانيه بعيد عن الاستراكشر. انت هتطلع اوتبوت غلط، هتعمل حاجه العميل ما طلبهاش، او هتعمل حاجه العميل طلبها بالعكس. يعني بدل ما تطلع الرقم بالموجب تطلعه بالسالب، فدي تبقى كارثه اكبر.
هو انا بفهم البيزنس موديل نفسه من العميل ولا انا ببحث العميل طبعا ازاي او ايه تفهم تمام؟ مش هو مش البيزنس موديل، هو البيزنس ريكويرمنتس، تفهم البيزنس ريكويرمنتس من العميل بالكامل او من المدير بتاعك او من الشخص اللي المفروض يوصل لك المعلومه، فانت بتاخد وقتك انك تقرا الريكويرمنتس تحاول تفهمه وتبدا تكريتيسايز الكلام ده. يعني ايه تكريتيسايز الكلام ده؟ تبدا تنتقده لو عندك، يعني هل الكلام بالنسبه لك دوت ميك سنس؟ هل انت شايفه مظبوط؟ لا، لان ممكن العميل يغلط والشخص اللي اخذ منه ريكويرمنتس يغلط والشخص اللي بعت له ريكويرمنتس يغلط والشخص اللي هو اللي بعت ده هيبعتها لك هيبعتها لك غلط برضه، عادي جدا ده وارد. فمش اي حد بيدي لك اي ريكويرمنتس تسلم بيها، لازم يبقى في عندك نوع من انواع الانترلكت انك تفكر في الحاجه. فكر كويس الحاجه ديت ميك سنس ولا لا. حاجات تانيه خد وقتك في انك تفكر في الريكويرمنتس تفهم الحاجه، ما تستعجلش تمام فيها. تمام اعرف كده. لازم يبدا يعمل باك اند، لازم يعمل اند اي ار دي. اي ار دي هي دي طبعا من الحاجات الرائعه لو موجوده، بس لو لقيتها موجوده، يعني هي دي النقطه، لو لقيتها موجوده فدي تبقى حاجه عظيمه، مش موجوده هتبقى خلاص بقى هنمشي للابروش الثاني. بس لو الاي ار دي طبعا موجوده او اي دايجرام ثانيه موجوده هتفيجواليز الموضوع بشكل كبير جدا وتسهل على التيم، بالذات لو المشروع كبير او التيم كبير يبدا يفهم المشروع بشكل اكبر. اتفضل يا باشمهندس. ازيك يا هندسة؟ الحمد لله بخير الله أول يكرمك. حاجة كل عام وأنت بخير يعني. وانت بالصحة والسلامة يا رب. هو مش الباك إند اللي المفروض يعمل اي ار دي يعني؟ أنا أي بروجكت باخده وبفهم البيزنس موديل وبعد كده أنا أبني الاي ار دي يعني، بالرغم إن هي مش شغلانتي يعني المفروض. اما ده اللي احنا لسه قايلينه، مش بالضروره تعمل حاجه مش بتاعتك. بالظبط. فاهم؟ ملهاش علاقه. احنا بص انا هقول لك حاجه، يعني ابسط مثال لحاجه زي كده، لو واحد شغال فريلانسر، في الغالب واحد شغال فريلانسر هو بيبقى شايل غالبيه اللود بتاع المشروع، حتى لو جيب معاه ناس تانيه هو بيبقى شايل يفهم الكلاينت. يعني ممكن باك اند مثلا هو مسؤول عن المشروع او فرونت اند ومسؤول عن المشروع، هو بيبدا يجذر الريكويرمنتس ويبدا يشوف الناس ويبدا يستلم منهم ويسلم العميل. فانت هنرجع لنفس النقطه، وانت ايه الريسبونسابيلتي بتاعتك في الشغل؟ دي بتختلف من شركه للتانيه. في حاجات ستاندرد، في حاجات المفروض تبقى موجوده بس مش موجوده، وفي حاجات لا بتختلف، حتى بتختلف من لغه برمجه للتانيه كمان، مش بس كمان من شركه للتانيه. فدي بتعتمد يعني للاسف ليها فاريبلز كتير جدا تحدد على اساسها انت هتشتغل ازاي. بالظبط. وفي عندك زي ما باشمهندس علي قال لك، في عبد وفي سوبر عبد وفي عبد في اي بي. فان كل واحد طبعا يشيل الحاجه بتاعته او يشيل يعني يكون مسؤول عن جزء معين، دي حاجه كويسه جدا. والحاجه الثانيه لو انت عندك وقت كويس للمشروع فعادي الباك اند يعني يعمل الكوتش التست يخش، يعني في وقت مناسب يخش يتعلم ويذاكر ويعمل حاجه مش مشكله. بس لو عندك عامل الوقت، للاسف غالبيه الشركات ما عندهاش الرفاهيه دي، خصوصا ان طب احنا لو الدنيا حد بتطلع بشكل رهيب، فكل واحد عايز ينجز المشروع خلصه امبارح فهو لسه بالظبط. ما بدأش. طب بالمناسبة البيزنس موديل وكده، فاحنا عاملين حاجة غير ربحية، فكنت عاوز اكلم حضرتك عنها لو في بس 5 دقايق اقول لك الدنيا ماشية خلينا ازاي. ممكن بعد ما نخلص ان شاء الله نتكلم فيها مع بعض. ماشي. هي حاجة غير ربحية خالص وبتبدأ تعمل لها لانش يعني، بتحل ماشي مشكلة في مصر يعني عموما. والله، اتمنى يعني لا هي اتمنى. اتمنى وهتعجبك ان شاء الله، لان موجود ماشي منها ابلكيشن وموقع حلو وويب جدا ما سايت شاء وكده. الله. ماشي نبص عليك ان شاء الله مع بعض. ماشي. اتفضل يا باشمهندس احمد الدين. طيب يا باشمهندس، انا كنت شغال مع عميل وكده فريلانسنج، فبعد زي ما انت بتقول كده سيستم ريكويرمنت هو كان اقل حاجه في الاول، وبعد ما اشتغلت عليها لمده مثلا اسبوعين جاء الكلام بيتعارض مع المودلز والحاجات اللي انا كنت عاملها، يعني مثلا في ريليشنز ما بين مثلا 2 دوكمنت هيبقى ده الدنيا مع بعض، يعني في 2 كوليكشن. فدلوقتي الاصح ان انا اهد اللي انا كنت عامله وابني من الاول، ولا احاول افكر ان انا اهندل اللي هو بيقوله لي على الموديل القديم مثلا؟ طيب هو اول حاجه قبل ما نتكلم الصح والغلط، انت لازم الحاجه اللي اتفقت معاها مع العميل تكون بعتها له، ده اللي انت عايزه، ده اللي هنشتغل عليه. لاي حد اي تعديل ممكن يحصل خلال الفتره ديت، هيحصل تغيير في التكلفه لو انت فريلانسر، وهيحصل تغيير في المده. ليه؟ لان زي ما انت قلت هو ممكن يطلب حاجه وفي الاخر انت شغال على حاجه وعايز حاجه تانية، او دماغه تصوره حاجه تانية،
مهم جدا انك العميل مثلا جه قال لك انا عايز اعمل سجاده لون احمر، فانت تقول له يعني انت السجاده اللي انت عايزها لون احمر، تغير له صيغه الكلام بتاعه عشان تتاكد انه فاهم ان اللي هو اللي عايزه انت اللي فاهمه. مهم جدا. بالنسبه للسؤال بتاعك، الحاجه دلوقتي تهدها ولا تحاول تعملها ورك اراوند، ليها عوامل كتير جدا، من ضمنها عامل الوقت. انت لو ما عندكش انك تهد الحاجه وتبنيها من اول وجديد، ده هياخد وقت، هيكون في وقت كبير في الغالب على حسب الحجم الحاجه. لو الحاجه مش كبيره هدها وبنيها من اول وجديد، لو مش كبيره، لو الوقت عندك يسمح انك تعمل حاجه زي كده، برضه هتبدا من اول وجديد. ليه؟ هتريحك بعد كده قدام لو حصل تعديل على المشروع ده. لو ما عندكش رفاهيه الاثنين دول او البادجت بتاع المشروع تسمحش بحاجه زي كده، اعمل اللي هو ورك اراوند. ممكن قدام تبقى تحسنها او تحدثها، او حتى تخليها از از زي ما انت عاملها كده من غير ما تعدل فيها حاجه. فدي يعني ايه ديسيشن فيها؟ على حسب السيتويشن اللي انت فيه. يعني عواملها كتير جدا. حاجة تانية، هل أصلا لو حاولت تهدها تبنيها من أول جديد، الدنيا عندك هتبقى شغالة مظبوط، ولا أنت ضاعت وقت على الفاضي؟ عكس لو كنت كملت على الوضع الحالي وحاولت تشوف ورك أراوند ليه؟ هو انا اجرب يعني، انا هي شغاله دلوقتي مثلا على الوضع القديم، لما جيت احط معايا مثلا اللي هو اغير مثلا الاتريبيوتس او غيره، لقيت مثلا لا ده محتاج ان انا اعدل بقى في الميدل وير عشان تمشي على البيزنس اللي هو بيقول او الجزئيه اللي هو بيقولها، فهضطر بص اعدل في كذا حته مش مجرد بس الموديل بتاع السكيم يعني اسالك سؤال، التعديل دوت اذا ماست يعني لازم، للريكوايرمنتس بتاعتي الجديده. اه لابد منه خلاص. يبقى لو انت المشروع فيه تعديل زي دوت لازم يتعمل، فانت هتدخل اي حاجه تانيه لازم تخلص دي. وهنا هتخلص دي مش ناقص انك تخلصها ان هي شغاله، لا، انك تتاكد بعد ما هي تكون شغاله انها ما تكونش اثرت على باقي الموجود اللي انت اوريدي عامله. فديت لا، يعني لو هي كده كده لازم تتعمل ولا مفر منها وليها بريوريتي عاليه، يعني لازم، ما ينفعش المشروع يطلع من غيرها، يبقى خلصها الاول. لان ديت هي هنا مش موضوع نيو فيتشر بتضيفها ولا لا، ده انت بتعدل في حاجه موجوده هتاثر على حاجات تانيه برضو موجوده. فبدل ما يكون مثلا مخلص 3 4 مديول ودخلك التعديل دوت ولسه فاضل لك 7 8 موديولز، فهتاجلها لغايه ما تخلص ال 10 12 موديول بتوعك وتبقى تشتغل عليهم. فانت هنا انك تقعد تتريس على ال 10 12 موديول المشاكل اللي فيها تبقى اكتر بكتير عن لو انت لسه في الاول او في نص المشروع وعدلت على الوضع الحالي وكملت على الوضع السليم او الوضع النظيف بتاعك. فالافضل انا من وجهه نظري لو عندك رفاهيه الوقت انك تقدر تخلص حاجه زي كده، ابدا بيها الاول، وقف الباقي وخلص الدنيا. ودي من الحاجات اللي لازم تفهمها للكلاينت، ان الحته دي هتحرق منك وقت شويه عشان اقدر اخلصها بالشكل الجديد اللي انت طالبه. هو كلاينت هندسة ما بيكونش همه إن أنا أقعد وقت كتير أو قليل في الجزئية دي، هو بيكون كل اللي في دماغه إن هو عايز أخلص الحاجة اللي في دماغه خلاص يعني. هو مثلا قال لي دي من الفيتشر الحاجات، المشاكل الكتيرة هتقابلها في الكلاينت، الناس اللي مش فاهمه يعني يعني أقول له دي ايه. مثلا تاخد يومين ثلاثة، يقول لي لا أنا عايز مثلا أخلصها في يوم ولا حاجة، أفضل أقنعه إن دي لا ده بتاخد وقت ومش عارف، يقول لي قول له طيب خلاص خلصها في أفضل يوم. مطل معاه في الوقت لحد ما أخلصها له، بص انا مش هقول لك على عارف حاجه، هو لا مش حاسس بحاجة. هقول لك على نقطه في الحته دي، عشان ده دي عوامل كلاينتس كتير جدا عندهم نفس المشكله ديت، وكل واحد ليه طريقه في الهاندلنج، فعلى حسب طبيعه العميل نفسه اللي انت بتتعامل معاه. والله انا دلوقتي انت عايز كذا كذا، لازم تفهمه انت هتعمل ايه، مش بتكلم تكنيكال، انت هتعدل ده هتعدله ليه وليه هياخد منك وقت. ده انا عشان لسه هعدل في كذا وكذا وكذا وكذا. برضو ابعد عن المسميات التكنيكال، لانك لو دخلته في اي مسمى تكنيكال هو خلاص ما بقاش معاك، مش هيفهم اي حاجه انت هتقولها، يا اما هيعترض بشكل مطلق يا اما هيوافقك بشكل مطلق، دي او دي. فعلى قد ما تقدر بسط له الحاجه او اشرحها له بشكل مبسط، قول له انا هعدل كذا كذا، ده الوقت اللي انا اقدر اعمله خلال يوم. انا ما عنديش الطاقه ان اعمل حاجه، ما عنديش الكباسيتي ان انا اعمل حاجه كده، ما عنديش التيم اللي يخليني اخلصها لك في يوم وهتاخد مني 3 ايام. فانت في حاجات ما ينفعش ان العميل، مش اي حاجه العميل يقول لك عليها هتقول له وعلى الجانب الاخر مش اي حاجه انت شايفها غلط او مش شايفها مناسبه ينفع ترفضها للعميل. يعني احيانا في العميل بيقول لك انا عايز دي تبقى بشكلها كده، يا عم هتبقى وحشه، لا انا عايزها كده، يا عم مش حلوه
هتبوظ لك شكل الموقع. لا انا خلاص هعملها لك زي ما انت مشكلتك. في حاجات لو العميل اتنطط قدامي ان هو ممكن الغي المشروع بسببها مش هعملها له. ممكن مثلا ادخلني في سكيورتي ريسك، او هو شايفه من المنظر دوت افضل شيء ان هو لا ده هخش هيعمل المشكله عندي انا، انا كديفلوبر او كشركه. لا مش اي حاجه العميل هيقولها هوافق عليها، ومش اي حاجه انا ينفع اعترض عليها ما اعملهاش. تمام، شكرا لك. العفو. اتفضلي يا باشمهندس ياسمين. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس، هي السيشن الجاية هتكون امتى؟ عشان انا دخلت متأخر وكده، فما احنا السيشن بتاعة النود جي اس بتبقى يوم الاثنين والاربعاء. الاثنين هو والاربعاء. حضرتك بادئ في النود من الأول، يعني من الأول خالص ولا؟ لا انا لسه انا اتكلمت على النود كاساسيات. يعني هنبدا من النود من الاول. احنا هنبدا من النود من الاول. اتكلمت انا ما اعرفش اتحضرت من اول فين بالظبط، لكن كده وكده السيشن هتلاقيها مسجله على اليوتيوب يعني، فتقدر ترجع لها. فانت من الاول بس هتحتاج يكون عندك خلفيه بسيطه عن التايب سكريبت، فاهمه؟ عشان احنا هنشتغل تايب سكريبت. وزي ما انا قلت ديت، لو شفتوا كراش كورس مدته ساعه او ساعتين، يعني لو قعدتوا خدتوا يوم بس تذاكروا في تايب سكريبت انتوا كده تمام. غير كده كويس. مش محتاجه تبقى عندك خلفيه عن حاجه تانية في النود جي اس عشان تعرفي تكملي معانا يعني. ماشي، شكرا جدا. وكنت عايزة أسأل بخصوص اليونت تيستينج، يعني احنا دلوقتي شغالين على graduation project وكده، فأنا كنت حابة ان احنا يعني نكريت لكل حاجة في المشروع يونت تيست، سواء بقى API front end ال AI models وكله. فحضرتك قلت ان هي بتاخد وقت كبير جدا، فهل لو انا مثلا عملتها على يعني مش كل البوسيبل كيسز افضل طبعا من ان انا ما اعملش، ولا مش حاجة required بص انا ان اقول لك انا؟ حاجه، هي ان انت تعمليها يعني از بيج بونص. بس هرجع تاني، هل عندك رفاهيه الوقت ليها؟ اعمليها. اللي انا برضو عارفه ان دي مش من الحاجات مش من المين ريكويرمنت لغايه دلوقتي في الجامعه، مش هتخرج يعني، مش حاجه بالظبط. مندتوري عليك. عايزه تعمليها او هتقدري تعمليها من غير ما تاثري على وقت التسليم بتاع المشروع، الافضل انك تعمليها ليكي انت. دي برضو بالمناسبة يا شباب، يعني فاتح الحتة ديت، دايما لما تيجي تشتغل على أي مشروع، ده المشروع ده بتاعك أنت، سواء كان جرادويشن سواء كان مشروع، ده مشروعك أنت، ما تكروتوش. ابذل فيه مجهودك، ابذل فيه، حاول تتعلم فيه، حاول تطور نفسك أثناء ما أنت شغال عليه، حاول تقلب الحاجة. لأنك لو حاولت تقلب الحاجة أو عملتها بنفس الشكل اللي أنت دايما بتشتغل عليه، فأنت الديفلوبمنت أو السيلف ديفلوبمنت بتاعك البروجرس بتاعه هيبقى بطيء جدا. فتاني ردا على سؤالك، انت تعمليها ولا لا؟ لو عندك الوقت ليها اعمليها، ما عندكيش بلاش منها دلوقتي، او ممكن تعملي كذا كيس اشتغل عليهم وخلاص على كده. تمام. طيب، هو احنا اصلا يعني بالنسبة للديفلوبمنت وكده، فاحنا في المشروع جزء AI كبير، يعني اكتر من موديل وكده، وانا يعني دوري في التيم، انا شغالة جزء في الويب وجزء في الـ AI، فعشان كده بقى كنت بسأل على موضوع الوقت ده. بس شكرا جدا، ان شاء الله يعني احاول ان انا اطبقها، لان انا احب ان انا اي حاجة اتعلمها وكده ان انا اطبقها في بروجكت يعني. كويس جدا، ده كلام سليم جدا وتفكير طيب جدا، انك يعني تطبقي الحاجه في مشروع، مش مجرد بس بتذاكريها كده من فيديو او كورس او ايا كان، ده تفكير سليم. بس لو ما عندكيش الوقت ليها، او غالبا الاي اي هيكونسيوم منك وقت كبير جدا عشان تبداي تشتغل عليه بشكل كويس، ف ممكن تخليه سايد بروجكت ليكي او للتيم اللي عندك، لحد عايز حاجه زي كده، بس ما ياثرش على ال graduation project نفسه. لانك في الاول وفي الاخر هو زي ما قلت من شويه، الدكتور او اللجنه اللي هتناقش المشروع مش هيفرق مع اليونت تيستنج، هم اصلا ممكن ما يعرفوش يعني يونت تيستنج. لكن دي تبقى حاجه ليكم انتوا بشكل اساسي. اتمنى اكون جاوبت على الاسئله بتاعتكم. ان شاء الله السيشن الجايه تبقى كده وكده. برضو الشباب احنا موجودين على ديسكورد، هتلاقي كل الابديتس على ديسكورد او على لينكد ان، ايهما اقرب انك فاتح منين، بس هتلاقي كل الابديتس او اللينكات نفسها هتلاقوها على ديسكورد. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا.
ونشوفكم ان شاء الله السيشن الجايه. كلكم مرتبطه بالنوديس، السكريبت يكون بص عليها كويس، بسطها بالمونجو دي بي برضه بص عليها بصه، دي حاجه كويسه يفهم مونجو بشكل ما. واللينك باشمهندس علي حاطه في الكومنت او رسائل، عشان لو مش موجودين تنضموا عليه. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، و رمضان مبارك عليكم جميعا. حد عنده اي اسئله ثانيه يا شباب؟ اوكي ماشي، نشوفكم على خير ان شاء الله السيشن القادمه. السلام عليكم.